طب استاذ حازم، لو نقدر نقول ان حاله الحوار الوطني اللي هتحصل في الثالث من الشهر القادم يعني كان استهلال ليها او كان بدايه ليها قصه تنسيق شباب الاحزاب، يعني تنسيق شباب الاحزاب كانت البذره اللي جمعت اطياف مختلفه، بس دول شباب، بعد كده هنجيب الجيل الجديد او الجيل القديم او المؤسسين، يبقى يعني بدايه لل وفي البداية صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين كلهم. هي زي ما حضرتك بتقول، هي مش بس كانت النواة للحوار الوطني اللي دعا ليه سيادة الرئيس، بل هي كانت كمان النواة للجمهورية الجديدة. الجمهورية الجديدة التي أطلقها القيادة السياسية هي عبارة عن إن يعني لو أخدنا بالنا إن كان في عام الشباب وعام المرأة وعام منظمات المجتمع المدني، هو كل الاهتمام بكل طوائف الشعب، وكان على رأسها التجربة الفريدة اللي كانت اللي فيها التنسيقية واللي انطلقت أساسا من مؤتمر للشباب. فلو احنا بنتكلم على حوار وطني يجمع كل طوائف العاملين أو المهتمين بالشأن السياسي اللي بيهمهم مصلحة البلد، فكانت البداية زي ما حضرتك ما بتقول البداية للجمهورية الجديدة كمان هو الاهتمام بالشباب. ومن هنا جاء منطلق التنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتجميع الشباب المهتمين بالعمل العام والعمل السياسي تحت مظلة واحدة هدفها التحاور والتشاور وعمل حوار بناء في جيل الشباب بشكل عام لإسراء العمل العام وإسراء العمل السياسي في مصر بدماغ الشباب بفكر الشباب من مختلف الأيديولوجيات والانتماءات السياسية والتوجهات. ودي تجربة فريدة في نوعها، زي بالظبط التجربة إن شاء الله اللي هيرسى ليها الحوار الوطني اللي دعا ليه سيادة الرئيس واللي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مشاركة فيه طبعا، مشاركة فيه بشكل فعال جدا، وقدمنا عدد كبير من المقترحات إن شاء الله هيتم الإعلان عنها في الحوار الوطني. طيب أستاذ حازم، استكمالا لنقطة حضرتك، في دور مهم الحقيقة جدا قام بيه شباب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هم قدروا يكونوا همزة الوصل ما بين الحكومة والمواطن. شباب زي ما حضرتك قلت من مختلف الايديولوجيات ومن مختلف الخلفيات، في كمان عدد كبير عملوا كنواب محافظين، فقدروا ان هم يكونوا كمان في على ارض الواقع بيتعاملوا مع المواطنين. ازاي قدرتوا تكونوا همزه الوصل بين المواطن والدوله؟ ده دور مهم جدا. في البداية، أول بداية للتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كان عن طريق تقلد 6 من أعضائها للنواب المحافظين، وده يمكن بداية التفاعل الأساسي ما بين التنسيقية وما بين الشعب بمختلف طوائفه عن طريق النواب المحافظين بتوعنا اللي مؤدين إلى هذه اللحظة بشكل فوق الممتاز. ويمكن تجربة شخصية أنا حضرتها في زيارتي لبني سويف، نائب محافظ بني سويف والمحافظ 35 سنة و33 سنة. نائب المحافظ بني سويف عضو في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومجلس الأمناء، وأنا حضرت افتتاح المشروع القومي بتاع الممشى بني سويف. لو نشوف التفاعل وقد ايه الناس مبسوطه ان الفكر اللي موجود جوه المحافظه هو فكر شبابي، فكر متطور، فكر باصص على قدام وعلى مصلحه المواطن. ليه؟ لان الشباب حاسين وشايفين وتدرجوا في المراحل المختلفه على وحاسين بالاحتياجات بتاعه الشعب. ومن هنا جت الفكره اللي حضرتك بتقولي عليها، ان احنا قدرنا نحقق التواصل ده. احنا بنسمع والشباب عندهم قدره على الاستماع والاحساس بالمشاكل بتاعه المواطن، وده بدايته كانت وتطبيقه على الارض بدايه من نواب المحافظين مرورا بالاعضاء عندنا في تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب. فابتدينا اكتر نقرب اكتر لطوائف الشعب المختلفه في الدوائر المختلفه، وده بيطلع بقى من المبادرات اللي التنسيقيه ابتدت تقدمها، منها مبادرات كتيره جدا زي ايام ازمه كورونا والمبادرات اللي هي الصحه والمتعلقه كده والمساهمات بتاعتنا اللي شغاله على الارض، وصولا حاليا لحمله سوا هنعدي اللي اعلنت عنها تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين الخاصه بالاقتصاد والاهميه والتضخم والاجراءات الموجوده. فكل ده مجمل احنا بنسمع، موجودين جوه الشعب مش بعيد عنه، لان احنا قاعدين مع اهالينا في المجتمع بتاعنا، في الكلام ده كله بناخد اللي احنا بناخده، مش منفصلين عن الواقع، مش منفصلين، لا احنا موجودين جوه، مش في جزر منعزله، لا احنا شباب بنخرج وبنتعامل في حياتنا العاديه بشكل عادي جدا. فده طبعا بيأثر على المخرجات بتاعتنا من جوه التنسيق.